كذلك أيها الإخوة، من علاج الغضب وأعظم وأنفع علاج به أن يحقق الإنسان التوحيد في قلبه، لأن الإنسان إذا حقق التوحيد علم أن الأمور بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الإساءة التي جاءت إليه مقدرة عليه. وكلما كان الإنسان أعظم لتحقيق التوحيد لله كلما كان أبعد عن الغضب. كذلك من علاج الغضب أيضا أيها الإخوة أن يمرن الإنسان نفسه أن يكون غضبه لله لا لنفسه، وكلما كان طبعا وفق شرع الله ليس وفق هوى نفسه، لأن هناك حيلة شيطانية، أن الشيطان أحيانا يستجر من يغضب لله فيسحبه حتى يكون غضبه لنفسه، وإن كان بداية الغضب لله، لكن الإنسان يقف عند أمر الله ويكون غضبه للمنكر وفق أمر الله لا لنفسه، ويرى أن نفسه لا تستحق، ليست في مقام أن يغضب لها، وإنما الغضب يكون لإقامة حد الله، لإقامة شرع الله، لا لنفسه الصغيرة التي ليست شيء في مقام عظمة الله عز وجل.